أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج أصل التسمية على قناة الشرقي. للأسماء تاريخ وأصول نتعرف عليها معكم، وحلقة اليوم عن أصل تسمية مصر، ذلك البلد الضاربة جذوره إلى بداية التاريخ. اختلف المؤرخون حول تسمية مصر بهذا الاسم، ويظن كثيرون أن تسمية مصر تعود لجذور وأصول عربية. فمصر كلمة أصلها عربي بمعنى المكان أو القطر، وجمعها أمصار. جاء في مرجع النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة أن المصريين من أصل حامي، أي جدهم الأكبر حام بن نوح عليه السلام. وتعود تسمية مصر بهذا الاسم لأحد أحفاد نبي الله نوح عليه السلام، وهو مصريم بن بنصر بن حام بن نوح الذي سكن مصر بعد الطوفان. على مدار قرون اتخذت مصر العديد من الأسماء والألقاب، وقد أطلق على مصر أسماء عديدة عبر الحقب التاريخية، منها ما يدل على طبيعتها الجغرافية التي تتمتع بها، ومنها ما يدل على مكانتها. فقد سميت مصر أرض الكنانة، أي الأرض المحفوظة المكنونة، كما أطلق عليها اسم قبطية نسبة إلى قبط بن مصرايم أحد أحفاد حام بن نوح عليه السلام. وعرفت مصر باسم أم الدنيا، وذلك لأن المدنية والحضارة بدأت بعد نوح من مصر، حيث كانت تحتوي على خزائن الأرض، وكانت مهد الحضارة الإنسانية والعلم والعلماء، فكانت كالأم تعطي العالم دائما دون مقابل. مصر كانت دوما أرض الحضارات، وظلت طيلة 7000 سنة تحتل مكان السيادة والريادة في العالم. قال عنها نابليون بونابرت إنها قلب الكرة الأرضية، من حكمها سيطر على العالم أجمع. وفي كتابه شخصية مصر يقول عنها العبقري الراحل الدكتور جمال حمدان إن مصر بين العرب بموقعها الجغرافي كالقلب من الجسد. هذه هي مصر، فكيف ترونها الآن؟